أغاليكم هون. أمي سمية تخبوا بسرعة تخبوا يلا أوصلك. خلوهم يهربوا، اقتلوهم الاثنين. امي خدي سمية وروحوا على البيت، انا رح اوصل غسان على المشفى. يلا. لا مستحيل، ما بترك غسان لحاله ابدا. اعملوا اللي قلت لكم عليه. يلا 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 يلا. معي انتوا ثلاثة لهني. اغا اوصوا له فكرات. انت شو عم تقولوا لك؟ فكرات؟ ابني ابني شو صار لك؟ حبيبي فكرات يا بضايا فكرت. زكي الأعرج حلمي وينكن انتو رجال محدين عم يلحقونا؟ ساعدونا. تعالي خالتي اتركيني روح. كيف ممكن اتركه هو بهالحالة لحاله؟ انتي جناتي لوين بدك تروحي؟ بدهم يقتلوكي. أنا لعند ابني ما قدرت روح حتى. شو صار خالتي؟ شوفي غسان وينه؟ قوصوا غسان، زيدان حمله وأخدوا على المشفى. مين اللي قوصوا غسان؟ شو صاير عزيزة؟ شو القصة؟ فكرة وغسان قوصوا بعضهم، بس فكرة مات وغسان منصاب. راسي ما أغى، استعجل بعت لك حدا. زيدان حمله وأخدوا على ظهره. عزيزة شو هالحكي اللي انت عم تقولي؟ معناها صار بالموضوع دم. احنا تبهدلنا يا خالو. ولك ما كفى قضية الشرف، هلأ كمان طلع لنا بقضية تار مع الجماعة. ولك يا خواني يا أولاد الخواني رح أرجع لكم بسرعة، استنوا علي. شو عملتوا لك؟ أوصتوا هداك الواطي؟ ها؟ أوصتوا؟ ولك الله يكسر دياتكم ورجلكم يا فاشلين. فو طلعوا فيني أنت وياه ولا. إذا الشرطة أجت وحققت وسألت شو صار راح تقولوا إنه الولد أوص حاله وما بنعرف غير هيك. إذا صار وحكيتوا العكس بعدمكن، ولما يهدر الوضع راح نروح نقتل هداك الكلب وين ما كان. فهمتوا؟ فهمتوا لك؟ هذا الدم ما راح يروح على الفاضي. خذوا جسد فكرك يلا يلا امشوا. اذا انا ما قتلت هديك البنت وغسان معها ما بكون رجال وإلي شوارب. غسان تحمل تحمل يا اخي، لسه من جديد لقيتك. لا تتركني بترجاك، لا تتركني. اول شيء مرتي وابني تركوني، وانت هلا لا تعملها يا اخي. لا تروح. لما شفتك اول مره قلت ما عرفت ليش كثير ارتحت لك من قلبي، كأنه بعرفك بس كيف ما بعرف. دمي حن عليك كتير. شو قول يا أخي؟ شو قول لك؟ والله ما ضل عندي قوة، حتى ما بعرف إذا بعيش للصبح. أنت عليك تسامحني يا أخي. اسمعني يا أخي، يا أما تفائل بالخير أو لا تحكي أبداً. إذا كنت مفكر حالك مصاب ضل بضربك لحتى موتك هالمرة. لا تحكي هيك قدامي. هلأ رح أخذك لعن طارق، هو دكتور منيح شاف كتير بحياته وعالج كتير ناس، بيهتم فيك وانت كمان بإذن الله رح تتحسن. بحلف لك يا أخي ما رح أتركك لتصل لعنده. أبوس إيدك، انت بس تحمل شوي كمان. تحمل يا أخي تحمل. يلا
شباب، تعالوا تعالوا جمعوا هون، تعالوا لهون تعالوا. يلا ليكوا يا شباب، عم نعطي بيوت بإيجار كثير رخيص، رح تكونوا مرتاحين. اسكنوا، لأيمتى رح تضلوا عايشين هيك بهالخيام؟ أنا عم بعطيكم فرصة لحتى تكونوا مبسوطين. فهمتوا علي؟ وقفوا. شوفي، شو صاير هون؟ عم أجر بيوت يا سيادة القائم مقام. ويلي بده بيت عم نعطيه، يعني عم نخدم الناس هون. لكان عندكم بيوت؟ أي نعم. أي تمام. لكان رجعوا المصاري للناس، أنا رح أستأجر كل البيوت، ومنتفق على سعر منيح. تمام، مدام هيك منتفق. ولا يهمك، هذا الرجال بيقول إنه عنده بيوت وباسم الدولة رح استأجرهم كلهم، فيكن تجهزوا حالكم. شو كذا؟ أكيد أكيد. شو رح نعمل ولا بيوت وما في؟ شو رح نلعب على القائمة مقام؟ لا تاكل هم، أنا زبطت كل شيء. تمام تمام، أنت لا تاكل هم. ديا ديا، ولك أنت مو خجلان عم تعطي بيتي بالأجار؟ ها؟ لك لك أنا وعبدة والزور عم نوسع. حنان أنت شو عم تقولي؟ أنا دخلت على البيت، كان هذا الرجال وهي مرته ومعهم هذا الولد، كلهم كانوا ببيتي، والله كنت رح جن. قال شو أجرون البيت؟ إيه أصلاً نحن يلي مستأجرينه. يلا شرطة تفضلوا لعندي. سيادة القائم مقام أكيد في غلط بالموضوع. يلا شرفوا. يلا 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 حنان يا بنتي ما بصير هيك، عيب مو حلوة بحقك. انت شو دخلك؟ ابني مرضان كتير يا سيدي، ما بعرف شو بو. حبيبي انت ليش عم تبكي؟ قلت احسن ما يضل هون بالبرد بستأجر، مشان هيك صدقت هدول الرجال. اخي روحوا كلوا لكم لقمة، رح نلاقي حل. روح. ماشي يا سيدي. مدام هيك يعني خليهم يبقوا عنا يا طارق بيك، والله لو كنت بعرف انه وضعهم هيك اساسا ما كنت قلت هذا الحكي. مزبوط. تمام تمام، هلا روحوا كلوا مع هدول الناس ومنكشف على الولد بالمشفى. يعني بالاول كلوا وبعدين منروح على المشفى. ديالا انا لازم روح لاحكي مع محدين، لازم نستعجل بالموضوع، انت اهتمي فيهم. ماشي طارق. ماشي. عبدو انت روح على المكتب اليوم لاني ما قدرت مر لهنيك. تمام حنونتي، انا رح روح وارجع. تمام ماشي، روح يلا روح. الله معك مختار، وانت ميخائيل الله معك، لنشوف لما تموت اي صلاة رح يصلوا عليك. تعا اخي تعا تعا اقعد هون. الله لا يوفقه. إذا منيح يا بيه. بابا بابا
بابا بابا الله يخليك، ليش كان عم يحاول يوصوك؟ ليش عم يوصوك؟ ليش مروان ما يوص عليك؟ وين مروان يا بنتي؟ وين مروان؟ انا ما شفته، شو بتهيئ لك؟ ليكو ليكو والله يا بنتي ما بعرف شو عم يصير، ما بعرف شو اللي عم يعملون فينا يا بنتي. سنيني الحقوها بنتي، شو صار لك؟ بنتي حنان، حنان لك شو صار لك؟ بنتي شو بكي؟ حنان لك حنان شو صار لك؟ عدنان الشرطة وراي عم تلحقني، ساعدني. اترك الموضوع علي. مو هدول جماعة مكافحة الإرهاب؟ شوفي بالوقت اللي قوصته فيه إجا واحد قدامه. إمتى ما شفت مشاكل بيكونوا هنن وراها؟ مثل السكين بحدين، واحد قتلناه بالجبل والتاني هون. خلونا نرجع، الظاهر هدول متفقين. الظاهر إنه سجل ما واتاك. سليمان ما رح ينبسط من هذا الخبر أبدا. بنتي بنتي يا حبيبتي، تحمل بابا، تحملي لك يا بنتي، تحملي يا بنتي بابا، لا تموت يا روحي بابا. أنا منيح يا بنتي، أنا منيح، تعالي أنت كلي منيحة بنتي. بابا ايه؟ لا تموت يا بنيتي، اسمح لي رجاء. طيب بس يلا بابا. طيب يا ربي الرب يحميك العوض بسلامتك. الله يسلمك. العوض بسلامتك. الله يسلمك. خير محدين اغا، شو القصة؟ لا تسأل يا سيدي ابدا، ابني فكرة قوص حاله. الله يرحمه يا محدين اغا، بس ليش لحتى يعمل هيك شيء؟ ليكون الا دخل بهريبة العروس. شاب وجاهل، شو كانت القصة ما عرفنا ابدا. ما كان مبين عليه ابدا. بحدين أغا مو مخبي شي، ما هيك؟ بحدين أغا لو في أي شي، هذا الشي لازم ينحل بحسب القانون. لا يا بيك، ما في شي تاني أبدا، كيف صار هيك ما عرفنا، وما حدا منا عنده علم بهذا الموضوع. الظاهر إنه الولد لما هربت البنت جن جنونه وما تحمل، جاهل، شو بدنا نعمل؟ اسمي الله يكون بعونكم يا محدين أغا، لو منقدر نقدم أي مساعدة لا تخجل أبدا، لو شو ما كانت، ونحن منحاول نعمل اللي علينا. سيادة القائم مقام، كنت راح أتصل بحضرتك، إذا بدكم تجيبوا المتضررين جيبوهن، راح أبعت معكم كم رجال، دوروا على البيوت وشوفوها، وإذا بينقصكم أي شيء. أنا بتشكرك يا أغا، الصراحة أنا كمان جاي كرمال هيك، هذا الموضوع وترنا كتير. طول بالك، لا تأكل هم أبدا، نحن وعدنا وعد، روح أبعت الناس وخبرت رجال هون كمان، هن راح يساعدوكم. شكرا محدين أغا، وانت بهذا الوضع رجاء رجاء الابان مني التعازي. معقول هالكلام هذا يا سيدي؟ حسن تفضل اغا، روح مع سياده القائم مقام وشوف البيوت كلها شو بينقصها، وكملوا كل النقص. يلا على راسي اغا. يلا اتفضل حضرتك، الشباب رح يساعدوكم. يسلموا، شكرا كثير، العوض بسلامتكم يا اغا. الله يسلمك. انتوا جاهزين يا شباب؟ كله تمام اغا. يلا الحقوني لاشوف. امشوا لاشوف هالمره هاي كيف عزيزه بدها تنقذ ابنها مني. غسان تحمل ضل شوي، رح وصلك لعند الدكتور طارق، دخيلك تحمل شوي تانية، هلا رح اتصل بديالة هي رح تحل الموضوع. دخيلك يا ربي تساعدني،
دي على وينك انت؟ يلا ردي على التليفون. غسان تحمل شوي، تحمل يا اخي، ما ضل الا شوي. ديالا ديالا تعي عادي شبها. أبونا ما في شي بخوف بالمرة، بالعكس تماما، في خبر كتير حلو رح يسرك. شو هو؟ حنان رح تصير أم. عشت ديالا يعني هلأ بنتي رح تصير أم؟ ابنيتي يا حبيبتي كان بدها هالشي من زمان، أخيرا ربي رزقها. إيه وأنا رح صير جد يعني، ما هي؟ إيه إن شاء الله. طمنينا دكتورة، طمنينا. كيف وضع الجنين وأمه؟ أنا آسفة إني قلكن وضع الجنين مو كتير منيح، بس أمه وضع أحسن. لا تاكلي هم ديالا خانم، رح يتحسن. شكرا كتير إلك. بعد إذنك أنا رح روح على البيت، الأولاد ضلوا لحالهم، بتطمن وبرجع. شكرا إلك. شكرا لديالا. شكرا لك كمان. ربي يحميك ابنيتي، بنتي، ابنيتي حبيبتي. بك على هالحظ، قبل ما أصير جد كنت رح موت. لا ما حدا رح يقتلني قبل ما أحضن حفيدي، ما حدا. يا ابنيتي تحمل يا أخي تحمل. ألو ديالا، ها ديالا. زيدان، ألو زيدان، هذا أنت؟ زيدان ما عم بسمعك منيح. تمام تمام أنا جاي على البيت فورا. استغفر الله، كمان صواب؟ ما فهمت عليه ولا كلمة من اللي قاله. كرمال الله تحمل، رح وصلك لعن طارق وديالا، هن رح يعالجوك والباقي سهل بعدين. يا ربي دخيلك أنت ساعدنا. ديالا، طارق، طارق، ديالا. خير يا أخي، في شي لا سمح الله؟ أخي تقوص، صار له زمان عم ينزف. الله يحميكم يا شباب، تعوا ساعدوني. على مهل، على مهل. وليش مخبي وشك؟ شو اللي عم بيصير؟ ديالا، ديالا أختي ساعدي. أختي ديالا، أخي تقوص، الله يخليكي ساعدي. دخيلك خبري طارق، خلي هو يعالج أخي. كرمال الله ديالا، خبري طارق. اتصلوا بالإسعاف فورا. حاضر يا خانو. يلا استعجلوا. أخي روح جيب أمي وسمية، ما عاد أقدر أتحمل، حتى ما عم أقدر أتنفس، ممكن موت بأي لحظة. روحوا جيبهم، خليني أشوفهم لآخر مرة. اسكتوا. لك ولك أنا كم مرة بدي أقول لك ياها، لا تحكي هيك قدامي، ما رح تموت، رح تعيش إن شاء الله، رح تعيش. أخي كرمالي تروح تجيبهم، لا توسق براسم أبدا، أكيد رح يعمل لهم شيء. روح. تمام رح جيبهم، أنت لا تموت ماشي. دخيلك ديالا، أخي أماني عندك. وصلي لطارق، إذا طارق رح يعالجه بعرف أنه وضعه رح يكون منيح، بس أنا أملي بالله، وبعدين كل أملي بطارق. دخيلكن عالجو، دخيلكن يا ديالا. لا تأكل هم زيدان، تعالوا ساعدوني. صبح قسم منكم رح نسكنوا بقرية محدين آخر، بس لازم نختار مع بعضنا الأهم، ما رح نقدر نبعت الكل لهنيك. وأنا مو مستعجل يا سيادة القائم مقام، أنا مرتاح بالخيمة، ممكن نتخلى عن دوري. أنا كمان مو مستعجل سيادة القائم مقام، في ناس مرضانين، في كبار بالعمر، خدوهم إلون. عبدو انت بتعرفهم كلهم، انت اختار. انا رايح على المشفى مشان زور المرة يلي مات زوجها، منه بتطمن على الولد ومنه كمان بخبرها. حاضر يا سيدي.
ايه يا جماعة، اللي مع اولاد منكم واللي مريض يجي معي. السيارة جاهزة موسى؟ ايه اختي جاهزة. انا كمان رايحة معك، ما فيني ضل استنى هون ابدا. ليكي بنتي لا تعملي هيك، هي مو لعبة. بالمكان اللي رح يلاقوكي فيه رح يقوصوكي. لا خالتي صدقيني، حتى لو شقفتوني 100 شقفة انا رح روح. اذا ما اخذتيني انتي انا بروح لحالي، وانتي بتعرفي. ما بيكفي انك ورطتي الناس ببعضها؟ عقلي وقعدي بقى. خالتي لا تروحي لحالك، انا بجي معك. بتقول انتي لا تتدخلي، انا بدي روح لعند غسان. خلاص انتو التنتين يلا اتنيناتكم تعوا يلا. الله يعيشني يا عزيزة. ابنك غسان ورطنا بمصيبة الى اول وما الها اخر. ما بيكفي الشرف، كمان صار في دم بالقصة. لكن خلينا نسلم البنت ونخلص من هي القصة بقى، ونبعدهم عنا شوي. لك راسم آغا، انت ما عندك خجل ولا ذرة شهامة؟ هي أمانة ابني. كنتي لمين بدي سلمها؟ لمين بدي سلمها؟ إذا غسان فتح عيونه وقال وين سمية، أنا شو بدي قله وقتها؟ أوعك تحكي بهذا الموضوع مرة تانية، لا أنت حكيت ولا أنا سمعت. تمام؟ يلا أمشوا. الله لا جعله غسان يطلع من المستشفى لو مهما صار، وزيدان كمان يموت واخلص منه. آخ آخ، عجبين الليل كتبت لك هالغنية، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. يلا بسم الله، يلا يا مكنة وصليني لأمي ولأخي. يلا حبيبتي. عجبين الليل كتبت لك هالغنية، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. مشان الله استعجلوا. تمام انتبهوا لا تحركوا. أنا خبرت طارق يا غسان، رجاء نتحمل. ديالا الست حنان فاقت من النوم وعم تسأل عنك. طيب ديالا، ديالا شو صار لي؟ لي أنا رح موت شي؟ لك يا حنان كلنا رح نموت، الموت قدر علينا كلنا. ليكي انت حامل، رح تصيري ام حنان. لا انت شو عم تقولي ديالا، معقول انا رح صير ام؟ يا امي يا امي، لازم اخبر عبدو فورا. وقفي لشوف، قبل كل شيء في عندك كم تحليل، بس تطلع النتيجه بتقدري تروحي وين ما بدك. ايه نام يعني؟ تصدحي. يا امي اخيرا. يا الله لك حبلت. هاي طارق. شوفي ليش بعتي وراي؟ زيدان جاب اخوه، هو منصاب ووضعه حرج. طارق بدي اياك تفوت على غرفه العمليات هلا وتعمل له اياها انت، الدكاتره قالوا انك رح تعملها كتير منيح. قلتي اخوه؟ كيف هيك يعني، وين لقاه؟ قال ان الارهابيين قوصوا، انا كمان ما بعرف التفاصيل. انا رايح خليهم يجهزوا غرفه العمليات، رح ادخل لهنيك. تمام. غسان انت اخي الحقيقي، كرمال الله لا تموت يا اخي، يا ريتني انا ولا انت. اختي ديالا، اختي ديالا وينها؟ قال حنان داخل توعد، وينها؟ شو صار لها؟ لا تخاف ما في شيء مهم عبدو، انت رح تصير اب. ايه منيح منيح بسيطه. اه شو شو قلتي؟ شو رح تصير اب؟ ايه مزبوط عبدو رح تصير اب. مرتي حامل عن جد مو هي؟ جاوبيني هي المره صحيح ما؟ ايه. يا الله اخي اسمها، انا مرتي حامل. يلا خلينا نرقص. دد 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 لا الحمد لله مو حنان. وينك يا حنان؟ سيدي ميخائيل هون، خليه يدخل. ايه
سيد سليمان شو اللي عم يصير؟ لولا شوي كانوا رح يقتلوني. كانت حادثة بسيطة ميخائيل، حزب الحزام عملها، هن عم يحاولوا يخلصوا منك. شو؟ ليه؟ ليش انت مو دولة؟ مين ما كانوا هدول الناس؟ كيف بيتصرفوا هيك من حالهم؟ ان احنا كنا مفكرين بوجودك ما بصير شيء. ليش مروان هيقوص عليك؟ ليش؟ ولو مروان يا بنتي؟ انا ما شفت وجود بنتي. بنتي؟ بنتي شافت مروان هنيك؟ قال هو؟ انت صاير بسيط كتير ميخائيل، الخوف مأثر عليك كتير. مروان بالحبس وما بيطلع بهالسهولة، وبعدين انت شو صار لك؟ ليش مفكر انه قوصوك؟ ها؟ بسيطة بس اعمل شيء سيد سليمان رجاء، يعني لا تتركون هيك يقتلوني. لا تاكل هم ميخائيل، اطمن، نحن هون الدولة الأساسية، كانت غلطة بسيطة ورح نحلها. انت ارتاح وانا رح اتصرف مشان احميك منيح. والله صرت خاف اطلع على الشارع. طيب على القليلة ابعت معي حدا يوصلني على البيت. خذوا البيك على بيته وانتبهوا منيح، ما بدي يصير له شيء. يسلموا سيدنا، يسلموا. وصلت مروان على السجن. بكره طالعوا، خليه يكمل الشغل يلي ما كمله. ولا هي المره مو بقتل ميخائيل، بقتل مروان. ميخائيل بالنسبه لنا رح يكون حركه حلوه، رح يوقف كل الدول الاوروبيه على رجليها. عبدو رح يصير عنا ولد يا عبدو. ايه بعرف، اختي ديالا خبرتني. حنونتي حنان، حنان والله قطعتي لي قلبي، خوفتني عبدو. بس ما بقدر اشرح لك قديش انبسطت. بس يا حنان انت مو اغمى عليكي؟ ايه كمان الولد صار فيه هيك. والله انت غبي، لا تحكي حكي مجانين. لك انت اذا بتعرف يلي صار فينا، لك قدام عيوني كانوا رح يقوصوا بابا وكان رح يموت. والله من الخوف ما حسيت على حالي غير دخت وقعت. والله لما شفته هيك تربطوا ايدي. حبيبتي حبيبتي حنان يا روحي لا تخافي، ليكني انا جنبك، يعني انت وابننا كمان. حنان ابوكي شو عمل حتى الناس وراه بدها تقوصه؟ والله انسي. ما بعرف. انسي انسي حبيبتي، ابوكي راح، مو هون مو هون، خلص راح. هلا شو قالوا لك الدكاتره؟ طمنيني. لك شو بيعرفني انا، اخذوا مني دم، قالوا لي عندك تحاليل مدري شو. ايه يعني تحاليل. ايه كرمال هيك اكيد، وقال انه بعدين رح يبين معهم. بس يا عبدو تقبرني طالعني من هون؟ والله ما عاد فيني اصبر اكثر. وقف شوي حنان. حنان لا ما في روحه. حنان 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 لا ما في روحه. نو دكاتره شو قالوا؟ حنونت يا روحي قالوا انك رح تنتظري شوي، بوس ايدك لا تتحركي. لك ليش لحتى ضل هون عبدو؟ انا صرت مثل الحصان ما شاء الله، بحد من قدامي انا بدي اطلع من هون. طولي بالك. لا حنان وقفي وقفي وقفي، والله ما تروحي. كرمال الله لا تروحي، عم اقول لك كرمال الله لا تروحي. انا حلفت قبلك، خلاص عادي اهدي. تمام ارتاحي تمام اهدي. تمام. ولك خلاص خلاص، هدول الدكاتره ليش حاجزيني هون؟ والله انا متوتره كثير عبدو، حاسه في شيء قاعد على صدري. ليكون بدي موت عبدو. لا عبدو لو صار هيك شيء عبدو، أمانة جيب لي الورد على أمري لك عبدو. لك انت ليش هيك عم تحكي؟ احكي بالخير، تفعلي بالخير. انت ليش هيك عم تحكي؟ بس انت رح يصير بطك لتمك، ورح يصير انا وياك اب وام وعنا ولد، ورح يروح على المدرسة حنونتي. ان شاء الله لا تحكي هيك حبيبتي. تعالي يا روح، تعالي تعالي لضمك يا حنون. في جريح جابوه لهون اسمه غسان. دقيقة لشوف لك يا خالتي. ديالا خانم ابني هون شي؟ غسان جابوه لهون؟ ايه خالتي، زيدان جابوه هلا وهو بالعملية. لا تاكليهم رح يتحسن. بدهم دم، بدهم كيسين دم، خديلهم دم لجوا. بنتي اذا بدك اعطي دمي كله بس هو يتحسن. خالتي دخيلك لتعملي هيك. خالتي اهدي، تعي 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 دخيلك يا ربي. ابني لا
أنا مضطرة أفوت هلا على عملية، حاولوا انقذوا هالدواء شوي. ابني الله ينتقم منك، كله بسببك أنتِ. شايفة شو عملتي بالرجال؟ أول شي دخل على السجن بسببك، وهلا ليكي على حالتنا. إذا صار له أي شي بدي موتك، بدي موتك. ما كنت بعرف إنه رح يصير هيك، ويا ريت لو الله أخذ روحي ولا كان صار هالشي. يا ريتك متي، يا ريتك متي من زمان. راشم أغا لك اطلع لبرا. شو عم يصير لك؟ محدين أغا أجا يا أغا. ولك غسان الله لا يوفقك، ورطني مرة تانية مع هدول الناس، مو بس شرف لا ورجالة، المرة هالواطي مثل البلع علي. راشم أغا اطلع لبرا. راشم أغا ليش عم تصرخ وتعلي صوتك يا مهدين أغا؟ شو بدك مني؟ قتلوا ابني فكرت، وهذا الدم لازم يبرد يا راسم أغا. أعطيني غسان وخلينا نخلص. شو صار ما بعرف، بس غسان هلأ بالمستشفى، وعلى الأغلب ابنك كمان هو اللي قوصه. إذا بدكن أي شي روحوا على المنطقة، غسان بالمستشفى. ما عم تكذب علينا يا راسم أغا؟ الموضوع صار في دم محدين أغا، رقبتي قدامكن قصيرة كتير، ما بنفع، وأنا ما بوقف مع الغلط، وبتعرف قلتلك رح أسلمكن سمية، ما سلمتها؟ هلأ ليش ما عم تثق فيني؟ إذا هذا الحكي كذب يا راسم أغا، لازم تعرف إنه أنا بحرق هذا المكان كله، وأنا ما راح أنسى دم ابني أبداً، فهمت؟ ما راح أنساه. امشوا معي لشوف يا رجال. ولك إذا هذا قتله لغسان وأنا دبرت موت زيدان، الموضوع رح ينتهي. ولك مثل ما سمعت وقال إنه بالمستشفى، خود معك اثنين وروحوا على المنطقة وخلصوني على هذا الواطي، تمام؟ سمية وغسان كمان بدي إياهن ميتين، فهمتوا علي؟ اقتلوه بأرضه بنص غرفته لهذا الواطي، وإذا انمسكت كمان أنا راح أهتم فيك بالسجن، وإذا هربتوا اطلعوا برات الحدود أنا مهتم فيكن. فهمت أغا؟ أنت بس اقتله. يلا امشوا. يلا حلو كتير، لكن رح تقتلوا أخي. معقول اترككن؟ آه معقول. وكأنه زيدان ما قالوا إيدين يدافع فيهن، كأنه زيدان مات. امشي زيدان، يلا. دكتور طمني كيف وضعه؟ العملية مرقت على خير، طمنوا بالكم. الرصاص ما أضر بالأعضاء الداخلية ورح يتعافى فورا. ألف حمد وشكر إلك يا رب. نفد يا خالتي، الحمد لله نفد، الله حمالنا إياه. طول ما أنت عايشة غسان ما رح يعيش. انتبهوا انتبهوا. ابني غسان. غسان خالتي ألف حمد لله على سلامته، ارتاحي بقى. الله يرضى عليكم كلكم، الله يحميكم. اسرع يا مكنة، اسرع اسرع وليك اسرع. نتائج التحليل طلعت،
مع الأسف سرطان، ما عاد فينا نعمل شيء. رح تخبري المريضة؟ ما في داعي نخوفها، الأحسن لألا نخليها بأيام الباقية مبسوطة. قولوا لها منيحة وخرجوها مثل ما بدك. الحمد لله على سلامتك حنان، تحاليلك طلعت منيحة، اليوم ارتاحي وبكرة ممكن تطلعي. تسلمي. لكن أنا رح موت ما. يا ريت لو بولد ابني ولو سمعت منه كلمة ماما، أنا شو رح أعمل بعد هلا؟ شو رح أقول لعبده؟ مو بس هو في أمي وأبي كمان. يا الله يا روحي أنت. الله يعافي يا أختي. سمعت اللي صار معكم، الله يرحمه ويدخله الجنة، هدول يعتبروا شهداء. تبهدلنا يا بيك، ليك على هالحالة؟ أنا وابني ضلينا لحالنا. الله ما بينسى حدا من رحمته، لا تزعلي، أكيد رح نلاقي حل. بكرة الصبح رح يسكنوكم بضيعة محدين آغا. الله يخلي لنا يا. معافى إن شاء الله. تسلمي. تسلمي. شكرا لك. الحمد لله على سلامته. طارق شو عملت؟ جيت لزور مرت الرجال يلي مات، وبكرة الصبح رح ياخدوهن على ضيعة محدين آغا. أي غسان، أنت كيفك منيح؟ أحسن بكتير يا سيدي، الله يخلينا إياك يا رب. ديالا أنت خلصي أمورك وخلينا نروح على البيت. ماشي طارق، إن شاء الله مع فايز. تسلم. الحمد لله على سلامته، انتبه لحالك وما تنسى تاخذ الدواء. تمام. انت لا تاكلي هم ديالا خانو، انا بعمل اللازم، هو بس خليه يتحسن. الف الحمد لله يا ابني، الف الحمد لله انك منيح. اخي وين يا امي؟ اخي زيدان وينه؟ زيدان كان معكم؟ زيدان بيكون ابني يا ديالا خانو. كان عم يقول انه غسان بيكون اخوه، يعني هذا الشيء مزبوط؟ لكان بالنهاية زيدان لقى عائلته. شكراً أنا بس لأبنتي لازم أطلع، لسه في عندي شغل وطارق عم يستناني. يلا بإذن الله.